سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم واحد العصير اللي صراحه غني ومغذي بزاف، و صراحه المنافع اللي فيه زعما ما شاء الله. هنا بالنسبه للعصير شنو غادي نحتاج؟ عندي حبه ديال الجزر ولا خيزوها اللي سلقتها في الماء، وخديت كاس ديال الماء اللي تسلق فيه الجزر. هنا مسلوق غير بالماء بوحدو. عندي حبه ديال فاكهه الكاكي، عندي عصير الليمون هنايا ماشي نصف لتر. هنا ها نتوما كيف كتشوفوا ها النصف، هنا بحال تقول ما كملش النصف على حسب الكميه اللي متواجده عندكم. وعندي هنا حبه ديال بطاطا حلوه اللي مسلوقه حتى هي في الماء. هادو هما المكونات. غناخد الخلاط الكهربائي ديالي. دونك هنا البنات خديت الفاكهه ديال الكاكي نقيتها، غادا نقطعها قطع ونضيفها في الخلاط. كيف كتعرفوا فاكهه ديال الكاكي ما كيكونش فيها شي نواه ولا شي حاجه من الوسط، دونك كنحيدوا لها غير ديك الجلفه ديالها ونطحنوها. وصراحه كتجي فلان مذاق هائل، ما كتحتاج تضيف ليها حتى حاجه، غير عندي في القناه تقدروا تشوفوها الا بغيتوا. هنا قطعنا ديك الحبه ديال الكاكي، غادي نضيف الجزر، غنضيف بطاطا حلوة على هذا الشكل، غنضيف عصير الليمون، غنضيف كذلك ديك الماء ديال الجزر اللي تسلق فيه، وغادي نضيف هنا بالنسبة للسكر كيبقى اختياري. انا غادا نضيف واحد جوج معالق كبار ديال السكر، سكر سنيده ولا سكر حبيبات، جوج معالق مسطحين ماشي كبار هكا. وغادا نخلط الكل. البنات هنا العصير ديالنا من بعد ما طحناه صراحه كيجي خاطر وغزال. دونك غادي نصبو في كؤوس ديال التقديم. شوف كي كيجي عاقد صراحه كيجي غزال. كنتمنى البنات تجربوه حيت راه غني بالفوائد ديالو. كنا كنعرفوا الفوائد ديال الجزر، الفوائد ديال الليمون، الفوائد ديال الكاكي، وفوائد ديال البطاطا حلوه. كيكون هذا هو العصير ديالنا البنات على هذا الشكل البنات. وهذا هو الشكل ديال العصير ديالنا اللي وجدنا اليوم مجموعين، بطاطا حلوه والفاكهه ديال الكاكي والجزر وعسل الليمون. صراحه كيجي منعش ومغذي وعامر بالفيتامين، دونك مليء بالفيتامين. لعجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي، قناه يوميات سوكي، والضغط على جيم، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، ولما لا البارطاج باش تكبر العائله ديالنا. خليتكم على خير، في أمان الله، بصحة وراحة، والسلام عليكم.